قال مصدر ملاحي إن صادرات العراق النفطية عبر موانئ الجنوب بلغت 3.7 مليون برميل من خام النفط. وأضاف المصدر أن معدل الضخ من حقول الإنتاج الجنوبية بلغ 150 ألف برميل نفط خام في الساعة. كما أشار إلى اكتمال تحميل 3 بواخر رأسية على أرصفة الموانئ النفطية ووجود 5 بواخر أخرى قيد التحميل موزعة بين موانئ البصرة النفطية والعوامات البحرية. أكد تقرير لصحيفة لومبرج البريطانية أن تباطؤ العراق في تطبيق الاتفاق مع منظمة أوبك أسهم في زيادة حصته في السوق العالمية، ما رفع من حجم صادراته إلى الصين والولايات المتحدة. وذكر التقرير أن الفجوة التي كان مقدارها 530 ألف برميل يوميا في كانون الأول من عام 2016 بين السعودية والعراق في مجال التصدير قد تقلصت إلى 254 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني من عام 2017. أعلنت وزارة النفط عن توقيع العراق والجزائر محضر اجتماع للتعاون في مجال صناعة الغاز والاستكشاف والتسويق. وقال وزير النفط علي جبار اللعيبي إنه تم توقيع محضر اجتماع والاتفاق على توقيع عقود مشاركة بصيغة جي في بين وزارة النفط ممثلة بالشركات النفطية الوطنية ووزارة الطاقة الجزائرية ممثلة بشركة سونتراك، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه. نفت وزارة الزراعة وجود سموم فطرية بمحصول الفراولة، وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي القيسي إن ما تردد من كلام في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سموم فطرية في محصول الفراولة الذي يتم إنتاجه محلياً ليس له صحة على أرض الواقع. اعتبر رئيس حكومة كردستان العراق نجرفان البرزاني قرار إغلاق شركة كار في كركوك غير صائب. وقال البرزاني في مؤتمر صحفي إنه ليس من الموجب أن يقرر البرلمان في بغداد هذا القرار. كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط معاملات قروض زراعية بعقود مزورة في المصرف الزراعي التعاوني بمحافظة ديالى. وقالت الهيئة في بيان لها إن معلومات وردت إلى دائرة التحقيقات التابعة للهيئة تفيد بوجود قروض زراعية مصروفة بعقود مزورة في المصرف الزراعي التعاوني بديالة.